علي. انت احكي لي عن ذكرى اللي عندك من وقت زي ما كنت بعمرهن، يعني لما كنت ولد. لما عطلة من المدرسة نسرح مع القناة، بس يوم جمعة ما صدق على الله وهذاك اليوم يجي. كنت استنى انه هذا اليوم استنى هذاك اليوم يجي مشان نروح نسرح مع القناة. نحلب، بقينا نحلب يعني مع الوالدة ومع الأخوات وزي كذا، سميهن على مثل هذيك فلانة هذيك فلانة، ولليوم أولادي نفس الطريقة مسميين عندي. بيحبوا يعني. سبحان الله، ما وإذا أقول لك وراثي. هاي ابن الكبير عمره تقريبا 10 سنين، أنا وياه يعني أكبر منه أنا ب20 سنة. هذا ابن الثاني. مهم لك إنه أولادك يعني يعملوا بهذا العمل كمان. أنا لا، أنا عكس هذا المنطق، أنا بهمني إن ابني يتعلم ويأخذ وظيفة أحسن من هالوظيفة، يعني وظيفة متعبة جدا جدا. أنا ما تعلمت، أنا وصلت للصف العاشر وبطلت من المدرسة، شردت وبدي الغنم. طلعت وقتها أو بداية الانتفاضة في 2004 في 2000، بقى المحسوم مسكر ما بمرقش من مرة ولا سيارات من مرة. بقينا نروح على الحمير، طلع الطلاب الصبح نروح على الحمير، الصبح يفتشونا زي السيارات، بنقف زي سيارات دور، يفتشونا على المحسوم تفتيش، وبدنا رايحين على المدرسة التيسير نربط على الحمير ونقرأ، بعد ما نقرأ نشد على الحمير ونظل مروحين ترجع. نفس الطريقة. قعدت سنتين زهقت حالي، طلعت من المدرسة. بس بتندم يعني؟ والله بندم. وصلت العاشرة وأنا يعني علاماتي كويسة، كنت يعني بدي أتعلم وأصير إشي. شو إشي الله أعلم عاد. أما كنت يعني ناوي أتعلم. أولادك هلا بالمدرسة بتعلم؟ كلهم ما بتعلموا والله. وبيحبوا تعليم يعني؟ والله لحد هسا متمسكين فيه، أما ما بعرف إنهم نظريتهم زي نظرية أبوهم بدريش. نقول إن شاء الله إنهم يكون حاضرهم أحسن من ماضي. إيش بدك تعمل لما تكبر؟ معلم. ها، في حلم عندي. آه. هيا معلم.